أول شيء نجهز صلصة المشخول بالبصل والثوم والزنجبيل والطماط وعصير الطماط والبهارات والكزبرة. نحط الربيان وخلاص نخليهم يتسبكون على جنب. نبدأ نبهر السمك للقلي ونحط عليه شوية طحين ونسلق الرز ونبدأ نحط طبقات مع صلصة المشخول ونخليه 20 دقيقة. نحط عليه منقوع الزعفران. نبدأ عاد نقلي السمك الآن. بسم الله وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب.